مساء من مساءات العاصمة المؤقتة عدن. انفجار يهز مصافي عدن يعقبه حريق التهم أحد خزانات المصافي في مديرية البريقة. فرق الإطفاء التابعة لشركة المصافي والدفاع المدني عقب سماع دوي انفجار هرعت إلى المكان لإخماد الحريق الذي شب في أحد الخزانات الصغيرة والتي تحتوي على بقايا مشتقات بترولية. تقول الشركة إن مصادر الانفجار والحريق غير معروفة، لكنها ستفتح تحقيقا بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب ذلك. حصل انفجار في خزان فيه مواد مختلفة كمخلفات لمواد التكرير، واشتعل من ليلة أمس حتى هذه اللحظة. تم محاصرة الحريق في الخزان نفسه وتفريغ الخزانات التي بجانبه حتى لا ينتشر الحريق ويوصل إلى أماكن أخرى. حريق أحد خزانات مصافي عدن الذي يأتي بعد يوم من استهداف قيادات عسكرية في قاعدة العند بطائرة حوثية مسيرة فتح الباب أمام التراشقات والاتهامات. تيه وتخبط دفع وزارة الداخلية إلى الخروج لوضع حد لها بالقول إنه لا صحة للأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قصف المصفاة بواسطة طائرة من دون طيار مسيرة، داعيا كل وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية. رغم تأكيد الشركة أن الحريق تم احتوائه والسيطرة عليه وأن المصفاة باتت آمنة ولا توجد أي مخاطر على الخزانات الأخرى ولا على المخزون النفطي للسوق المحلي والكهرباء، إلا أن النيران وأعمدة الدخان تصاعدت من جديد في الساعات الأخيرة بحسب مراسل قناة بلقيس. فقد هز انفجار آخر المنطقة بسبب انتقال النيران لخزان مجاور للخزان المشتعل، فيما تواصل فرق الدفاع المدني مهمة إخماده.